بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولوحان كل حجرنا كتابك جواهر البخاري، باب الدواب الفواسق. دواب تفواسق ذا أي باب يهي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي، النبي حقي سوحي كورسي صلى الله عليه وسلم قال إنو يري نبي خمس شن دواب تكمت فواسق وفواسق فاسقين ويشن دواب تمركا كمتعة يقتلن فواسق ويقتلن في الحل في الحرم وحال لقدل كراء لقدل يا حرمك حتى هذه حرمك إلا شيء حلق ومن باب أولى معناها روايتها قاربة وحيدين في الحل والحرم حلق يا حرم كبك الدلة الفأرة والدولية والعقرب والدبق النوع وحدي حدي والدفض والغراب والتكه والكلب العقور يأيق فيلقويها أيق ضد عنك أصغن وكمت شنطا وحيا بوضبا والدلية حلقنا واللقو الدليا حرمكنا مركا واللقو الدليا شانتا دوابتك مت أحسد الرسول قتل ماما يوا فواسق وحلقو الدليا وحلق إيا حرمك. باب كراهة قتل الهرة مقول أشد الكيذ إنو كراهية يهي أيو باب يهي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير دخلت امرأة أما دخلت امرأة ناقبا وحي قشي النار نارتا ناق أيا نارتا قشي ويري رسولك صلى الله عليه وسلم معيكو قشي في هرة مقلال درتيد مقلال درتيد أيكو قشي أو ربضتها أي حرتي فلم تطعمها معي سنقوذنين مقول أشي وحمصين ولم تدعها كما نتجن تأكلها أنت من خشاش الأرض أرلض قشن قشن كيسي أرلض خشاش كيذا سيء أنتنا أغمتجن باب إذا وقع الذباب تحسها ذو كدع في الإناء والكاء باب كيسي واي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا وقع الذباب تحسها ذو كدع في شراب أحدكم أحد كين شراب كيسها ذو كدع فليغمسه هتين بيو خاصها أقلي ثم لينزعه كدبنها كسوسيبو ثم إنت كبعد لينزعه هكصبحي فإن في إحدى جناحيه الذي صبى الله متك مت أهداء وعذر والأخرى ككلنا شفاء وداو تحسادو شراب كدع أفيري هل بال نوجل يا من قرب أقالا كتين بلا بذ بجلي كصبحي تو شراب كاجن مركعب. باب إزالة كبيرة بفضل سقي الماء زولتان دم دي وين قفك لغا زوليو بيئو دد ورابيي درتي لوغا بابيئيو. عن أو عنه أيضا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري غفر لإمرأة ناقبا لو دافي مومسة زانية جبر مومسة أو زانية أيا لو دم بدافي مرت وعيسو مرتي بكلب أي على رأس ركي عيل كركار كيس مدحي سد هذي عيل مدحي سأيو سا أجوغا أي يلهف وانا هران هرايا عربكو بنانك صوب حين يا قال وحو يريه كاد وحو سيغا يقتله إنو ديلو
العبش أون إيجا سوحو أسكتي إنو أون أبن تفنزع دويسي تي خفاها خفكي ذي بي أصاب بحسي فأوفقته بخمارها وحي كحرتي قمار كيدي فنزعت له من الماء بي مركا أغسو درتي ويسيسي بيه فغفر لها ولو قطافي بذلك أرنت أي سميسي باب خلق آدم آدم أبور كي سباب كذي ويئي وذريته إلمه صلوات الله وسلامه عليه عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري خلق الله إلهي وحوخ أبوري آدم آدم عليه الصلاة والسلام وطوله أصغر إركي سؤيه 60 ذراعا لحدا لدن ثم كبعد قال وحيري نبيك اذهب بح آدم وفصلا وحد صلانتا اذهب بحد اذهب بح وفصل صو صلان على أولئك كوا من الملائكة ملائكتك مدعا فاستمع لغيسو أو مقل ما يحيونك وحي كوكسو جواب ياني كوكو سلام ياني تحيتك وسلام تاذي وتحية ذريتك إلما هذا سلام تاذي واتبيي فقال وحيري السلام عليكم نبدل يكركينها أهاتو فقالوا وحي لهين السلام عليك ورحمة الله أي يرهدين فزادوه وحي أغزي ذيين رحمة وحي أغزي ذيين السلام عليكم ورحمة الله رحمة الله بأغزي ذيين فكل من يدخل الجنة وفكست أو جنة قالنا على صورة آدم آدم سورة بيسوك لوليه وحق إرك أحأيو 60 ذراع كر أسي جرا معناها أما حق قروح جمالك ديرانتا إيوحي مركا لمدعا فلم يزل الخلق قلق ومؤوسا كزول ينقص إنو صونس قامها حتى الآن إلا هذا بابكي مركو روي ديرايين معناها قلقي واسينس قامي وسينس قامي إلا هذا وعنه أيضا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري إن أول زمرة جمع أبوه ريس يدخلون الجنة جنذ جليس على صورة القمر وضيح سورة ريس ليلة البدر هبين أفر يتبنات ثم الذين يلونه كوكوحيغان على أشد كوكب حدق متك أقدر دري إفاية في السماء سمضى إضاءة حق إفتين كل مديهي لا يبولون مكاذنا يان ولا يتوغطون محصحرون يان ولا يتفلون معن أفتفيان ولا يمتخطون منحاكون يان أمشاطهم شلذو الذهب وذهب ورشحهم إذكوذون المسك سيد مسكه أصو عرفيا ومجامرهم إذن أنسقوذنا الألوة وقيد كعود كهندق آد عرفهيا الأنجوج وألوة أنجوج بالرهذي وعود طيب وعود طيب عود طيب هو آد أصو عرفيا ويا وأزواجهم حاسسكوذنا الحور العين وحور العين على خلق رجل واحد هل من خلق جيس أو كلا أي لمده على صورة أبيه أبوه سورة جيس آدم أها أو 60 ذراعا لحدا لدن في السماء حق كريمرك أسيجرا باب الأرواح أرواح ذئي الروح يالك جنود واعيدا أو مجندة لكل ميي كاسو مركا باب ويهي عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري سمعت النبي نبي قان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول أصغو أرانا يا الأرواح الرواح ذو جنود وجنود أو مجندة لجمعي أو لكلمي فما تعارف وحي إس أقون صدقو منها كمد أحقو ذا ائتلف واسكو صدلم يايو واسكو إيمانيا وما تناكر منها اختلف وهي اس انكرنا واس خلافيا وميل با مركه را عالم أرواح لي رهدا جرتو روح يدو أي جوغان وهي ميشا اسكو أقونسنا وفي فعنانا قوني باسكو لجرين
وحي حمانا قوني ويسكول جرين أدون كمرك اللي يمادنا ويسسورات سنايان ويسكسو ضميان وحي إس أقون صبا قفك نفسد حن نفسد في عن إسكو إيمان مايان ويكلا انفرارا ويسقلافيان تيفي عناد إيا تيفي عنادنا ويسسورات سنايان ويسكسو ضميان بابو ما جاء وهي كوي مدباب كذي ويا في سيدنا إبراهيم سيد كيني ونبي إبراهيم الخليل صاحبك إلهي أها صلوات الله وسلامه عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري قال رسول الله رسولك ألا وحو يري صلى الله عليه وسلم اختتن وإسجدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أصغر ابن 80 سنة سديت تنجر أصغر أيو إسجدي بالقدوم قدوم يشلي رهده قدوم يشلي رهده أيو مركة إسجدي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال يرحم الله إلهي هؤن حارست أم إسماعيل أم إسماعيل والنبي إسماعيل هو يدي وهاجر لولا أنها هدي أي أيض عجلت أي سن عجلت لهين حديثاً عجلت أنجر معناها وحلو لجيدا مركي أونتي أما إسماعيل أومي وجبريل يمي بالكي سؤولك كرفتي بيا وغصو بحي بيه أي إسكوكا كانتي ويتغرفتي بيه سي مركا أعبتو زمزم بيتري وبيها زمزم كأهي حديثاً عجلين لهين بيه ساو العلين لهين لكان زمزم زمزم كوحو نقول لها عينا المعينا ادريرا هي السعوني سأيو مركا أهان لها يو إلا كالجارة أدونك أوضن لكن إلهي هؤن حارسته يضا أيضا صاصب الطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعو يريكان النبي النبي وحو أها يعود مد مغنجلي الحسن والحسين إلهي بو مغنجلين جري وهو يقول حوده جري إن أباكما وحوده جري إن أباكما أبيه أباكما مركو ليه يوحو لجيدا وتصيب بالسوء إن أباكما كان وحوها يعوذ بها مدمغن قليا إسماعيل وإسحاق إن أباكما ونبي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها وحو مغنجل انجري إسماعيل وإسحاق دعا ذنبون أرنجري أعوذ بكلمات الله التامات كلموينك إلهي التامات أها أيان إذن مغنجلين أيا بكلمات الله التامات من كل شيطان شيطان دمانتي إيوهامة هامت دمانتي ومن كل عين إلتمنات طلامة دغال بضان يان إذن كما جنجلين يا إلهي أيان إذن كما جنجلين يا إني إباطة إذن أصيبتو إني مشاكل كا إذن أصيب إلتمنات طلامة أهو إباطة ضدككو أصيبتا هامدو أموا قبر أموا مصيب أموا إباطة كلا من كل شيطان إيوهامة هامد دمانت بان إذن كما جنجلين يا ساسو مركاده جري بابو سببو نطن اللحن هلبك إنو قرم وحي سببو أهابو بابو يلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري قال النبي نبي وحو يري صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل هدي رير بني إسرائيل لم رير بني إسرائيل هدي أي لم يخنز اللحن هلبك أي كيسن لهين هلب ما أوري لهين ومن نجي يصلوكي مركي لوس ليري مال والبا أصغر عصبة هليسانها كيكسان كلوا من طيبات ما رزقناكم عنا مال بيدكتين صبحي مركي في ذنبو قري تلاقيت حتى اللهم بهنا لهين ولا حوا حوا هدي لم تخن خياني لهين ننكيد أنثى ولولا حوا حوا هدي سن أهان لهين دي لم تخن مخنتين أنثى دي زوجها ننكي ذا الدهر زمنك أردن مقيان لحين باب صلاة داود عليه السلام وسيامه
صونكي يا صلاة دي نبي داود أيو باب ويهي عن عبد الله بن عمر قال وحو يري قال لي رسول الله رسولك الله وحو يري أحب الصيام صون متكلو بجعل يهي إلى الله إلى حق سوى صيام داود نبي داود صونكي سعى عليه السلام كان وحو أها يصوم متصوم له يوما مال ويفطر يوما مال نو أفر جري وأحب الصلاة صلاة مد اللوغ جعليها إلى الله إلى حق سنة وصلاة داود داود صلاة ديسة كان ينام نصف الليل هبينك نسكي سوسيحن جري ويقوم ثلثه ثلث كيسن وإستاق جري وينام سدسه سدس كيس حدنا وهرد جري نبي داود أصغون تعبين أون دالنا قيام ليلك وتكني باب التهافت الناس كالفراش ضدك التهافت كودا ودقدق كودا إي عقل إلا أنتو ذي أردك يو أرديان ماشحن سيدا فراشك أوكالين تهافتك أما فضيتك ضدك سيدا فراشك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع الرسول الله ومغلى يقول بها يا مثلي أني مثل كيجي ومثل النبي ومثل الناس ذاك مثل كوذا كمثل رجل وانسدي نين أوكالي استوقد النار دبشتي فجعل وحي قدق شيء الفراش فراشكي وبلن بالستي أمد امتقانا هادي بالا ليق بهالك أهئي وهذه الدواب دوابتا بهالضن حشراتك تقع في النار إن دبكي كدع بعيان أني هوز قنتيان إذن كهيابو داي نبيغ ميشار صونك كحيرتان إذن كنق عنت تسكجة فيصان باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام سودكي تانكي نبي عيسى إن مريم أهاواي أيو باب ويهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي معبود كيبان قطار طيبو داي نبيغ نفسي نفسدي ذا بيده جعنتي سأي كجرتي لا يوشكن وحسودك دقيسا أن ينزل إنو سودك فيكم بحذينا ابن مريم مريم عنو جيلا حكما أصغو حاكم عدلا أو عدالة فيكسر وحوج جبنا يا السليب وح الله لوحي على مسليب ويقتل وحود ليا الخنزير وحي خنزير أهو الضفار أهو الضمب ويضع وحوديك يا الجزية عن شرطة عن شرط نود جنا يا نبي عيسى عليه السلام أهل كتابك أهل كتابك أيكد جنا يا لأنه لا يقبل إلا 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 إلا, إلا الإسلام إلا الإسلام ما هني وكد جنا يا كد جنا يا الجزية ويفيض وحشمها يا المال مالك حتى لا يقبله إلا أودي ذوقا ذنوايه أحد أحد أوقف قات مركا لوايا حتى لا يقبله أحد حتى تكون إلا أي نقطة السجدة الواحدة هل سجود أو كلي قفك سميا خيرا نذي أغا خير بضنتهي من الدنيا وما فيها أدونك وحد الصار باب ما ذكر وحيل حصي باب كذي عن بني إسرائيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال وحيري كانت بنو إسرائيل غير بني إسرائيل وحي أهي تصوصهم مذي إسراء الرعض الأنبياء النبي يالك نبي يالك وي إسراء الرعض جرين وصاف سري دونو كلما هلك مركز تأول انت أمأو هلك سما نبي خلفه نبي نبي أيا كجذا المرجري وإنه شأني لا نبي النبي مجر بعدي أني إقدم بايا وسيكون وحصأهان دون خلفاء مرح فيكثرون ويبضن دون معناها أما وإذن كبضن دون ببكئي وحيابا فربضن باتكو أركي دون تان قالوا وحي لهن فما تأمرنا محام أمر رسولك الله هدي خلفاء أي ماذان يا مرح بضن قومك سئس شرحاه قال وعرفوا أوفي ببيعة الأول فالأول سيء سقصوك لهرهريين بيعذت بلنطة طلق شيء أوفي وعطوهم سيء حقهم حق ذا سيء حقهم فإن الله إلهي سائلهم حوي دينيا عما استرعاهم حراعيي وحيما ضحلوا قد إغي إلهي باك لحساب تمايا هدي إذن دمان لكن إذن كحق وذا أؤفيه اسكا أطيع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال وحوير إنما أجلكم أجشين
إنما إن كلام إيه أجلكم أجشين في أجل من خلا مرك الله فيري أنت تقتي أجشود أو من الأمم ومضاها كمدعى تينو حلم ابن قنيصة ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس إلى قرحة دعيتان كيه لقصوا بالله عصرك إلى قرحة كدعضه وإنما مثلكم مثل كيني ومثل اليهود والنصارى يهودي النصارى مثل كوذنك رجل واسدين أوكل استعمل شقالي عمالا شقالو من باير شقالا أبا هنهي صبحي إلا قلبتي إني شقيا فقال من يعمل فقال مركز يري من يعمل يا إي عمل قبانا يو إي شقينا يلي أنيقا إلى نصف النهار إلى مالنت نسكيب على قيراط 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 يا إيقو شقينا هيا إن ير أو لعقا أما بور وحلئك أو لعقا فعملتها عمل قبتي اليهود يهود يبا شقيسي إلى نصف النهار إلا مالنت نسكيب والظهر كي على قيراط قيراط بيكو شقيين ثم كبعد قال وحر ننك من يعمل يا إي شقينا يلي أنيقا من نصف النهار لقب بلابو إلى صلاة العصر لقاقار على قيراط 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 يا إي شقينا فعملت النصارى نصارى عمل قبطي من نصف النهار بيكب بلابين إلى صلاة العصر على قيراط قيراط بيكو شقينا ثم كدب قال ننك وحر من يعمل يا إي شقينا يلي أنيقا من صلاة العصر لقب بلابو إلى مغرب الشمس إلى قرحة دعتان كذا لقاقارو على قيراطين قيراطين يقول شقينا يا لب لب بورو أجراء قيراطين قيراطين قال مركز يري فأنتم أذنكو الذين كببتهن أمة محمدي يعملون عمل قبطي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس لقاقارو على قيراطين قيراطين كشقيين على لكم الأجر مرتين لما مربت أجر كينا ليبه فغضبت اليهود يهود وي عروطي والنصارى فقالوا وحيدهن نحن أكثر عملا أنك أشقبضا وأقل عطان أنس اسمير محابعي قال الله إله وحيري هل ظلمتكم ما إذن كدلمي من حقكم حقنا شيئا شيء وحي أن كوه الشيني وحن إذن كدلمي مجرى قالوا وحيدهن لا ميا قال وحو جرى فإنه كاسي أمت محمد لب اللب أجر لسي أيغو شقدو دو يرتهي فضلي فضلي قيقي واي وعطيه وحنسيا من شئت قفكي أندونا إدي أندونا سيا عن جندل ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحاءها في من كان قبلكم ددكي أذنك إذن كهريي رجل نن به جرح ضابع باقاري فجزع وارقق حي فأخذ السكينة سكين بو صوقة تيمدي فحز وحو كقوي بها سكينتي يده قعنتيسي فما رق الدم ليقي باستاقي وايي حتى مات إلا أدنتي قال الله تعالى إله سري وحيري بادرني عبدي بنفسه أدونك إيقال نفتيسو إيقال أسود دك دقية حرمت عليه الجنة جنة دشي سكحران تنمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وعيري إن ثلاثة سدحن أو في بني إسرائيل رير بني إسرائيل أها أبرصا مدن برص بوقو عذرك قرقوقو عذابك واقرعا مدن بذار لو أها يوتمه باك هذه وأعمى مدن إنضال بدأ الله إله وحقص ظاهري أئو بالله أن يبتليهم إنو امتحامه فبعث إليهم وحقص ديري حق وذا ملكا ملك فأتى الأبرص منك برص لها أهاب أيمد فقال وحجر أي شيء نحب إليك ما حقا قال له جعليها قال منك وحجر لون حصن مذب وناكسا إي وجلد حصن مقار في عن قد قذرني الناس وحان ضدك إيقو نعيان إن إيقا بعضه قال وحر فمسحه ومسح جسد كيسي فذهب عنه وحقي سكتقي وحي لو نعي برسك أها فأعطي وحال لسي لونا مذب حسنا قرحبا وجلدا حسنا إيهارك أما مقار في عن فقال ملقي وحير أي المال حول محا أحب لو جعلي إليك حقاقا قال ننكي وحودي الإبل جيلا جعلها أو قال البقر هو الشك في ذلك
أرنت سوك الشكي هو شكواي في ذلك أن الأبرص منك برسك قبيتي والأقرع منك أقرع أها لبدو ذمتك مدأه قال أحدهما لبدو ذمتك مدأه أيا يري الإبل وقال الآخر البقر مدنا لأبور بهاي مدنا جيل ويري فأعطي وحل سيننك ناقة هل عشراء من سدأه الكه قصة عطوة لربطة فقال لوح يبارك با يبارك لك هل هو بركيه الله هو بركيه فيها قيل يدحدي سواء الأقرع كي بذار له أيمد فقال لوح أي شيء أحب إليك مع حقا قال له جعلي قال شعر حصن تمونك سنة هي ويذهب إني إقطك تعني حقيقة هذا مد كان قد قدرني الناس ضدك وصقي صنايان قال له حلف مسحه ومسحي فذهب ويكتقين وأعطيه وحلسي شعر انتما حسنا قرح بضا قال له حلف أي المال أحب إليك مال ما حقا قال له بجعليه قال له حيري قذرني الناس وحاندتك أي إغوصقي صنايان إني إغتقان قال فمسحه ومسحي فذهب وكتقي وأعطيه وحلسي شعرا حسنا قال فأي المال يحب إليك قال البقر لؤذا جعلها بويري شكل أن بوكوري قال وحرف أعطاه بقرة لؤبو سيحا من الحاملة أهو قل رطا وقال وحيري يبارك لك هل قبرك يا الله قبرك يا فيها لؤذا وأتى الأعمى إن لوله بويمد فقال وحر أي شيء نحب إليك أبنى محا حقا قال له بجعليها قال وحيري يرد الله إنه إلهي إلي حقيقة إيسو عليه بصري أرقيه وفأبصر به الناس ضدك أنكو أرأركو قال وحير فمسحه ومسحي فرد الله إليه بصره إلهي أرقي سأسو عليه قال وحير ملقي فأي المال يحب إليك حولنا مح حقيقة لو جعليه قال الغنم أرقا جعله بويري فأعطاه حسي شاتري والدا قل ربطا فانتج هذان لبضان ويكورتين أووي أدالين وولد هذا مد كان وي أدى شي معناها كوانا وي أدالين لبضي كان وي أدى شي معناها وكي أريق لها أووي إنتاجيون المدر ذي بيسوغين ويا معناها أووي كورتين إلا يمرك عدشو كان وي أدى شي كوانين وي أدالين فكان لهذا مدكا روح يا شي واد تقو من إبل جيل ولهذا مدكا نواد واذي يتقى ممور أو من بقر لؤا ولهذا مدكا نوادي أو من الغنم فمن تكذب إنه ملقي أتى وحوي من الأبرس كي برسك قبي في صورته سورة سي وهيئته وي مدو برسالو استصار لغي فقال وحوي رجل مسكين من مسكين أهان أهي تقطعت وحاق أي بي حقيقة الحبال حريدي وفي سفر سفر كيقة أنكو جاري لها فلا بلاغ جارسين اليوم ما أنت إيمصغنان إلا بالله إلهي موي ثم بك كدبنا أذيك أسألك وحنكو بسؤالنا يا بالذي معبودك أعضاك كسيي اللون الحسن مذب كفيعا والجلد الحسن إي مقار كفيعا والمال إي حولها بعيرا هل كورتي وأتبلغ به أنكو جارو في سفري سفركي أتبلغ عليه أنكو جار في سفري فقال له وحكير إن الحقوق كثيرة حقوق ذوي بضنتها حولها حقوق بضن بالغ ليه كلي مليه بويري فقال له حكير كان يعرفك وانكو أقانا سو أنيكي كجارنا يا ألم تكو صوماهن أبرص برصاله أو يقدرك الناس ضدك أي نعجرين فقيرا فقير كأها فأعطاك الله إلى سوق مصر حولها فقال وحير لقد وحير ورثت وحان كدح لي حولها وحان كدح لي لكابير عن كابير أبك أبا كدح لي وحير فخيرني ماذا أشيقي سوامحي أبكوغي سكدح لي فقال وحير ملقي إن كنت كاذبا هذي أعطى بين شيقي فصيرك الله إلهي هكائق إلى ما كنت وحد أهنجرتي حوله با كدقنتي كوضا بابا أي برسكي با دب أقصى لابطي وينوسي سعطى بلسميش هينو جبتو وبالله توفيق والله أعلم.